المطلوبة والمزيد من الدعم سيما الإنساني منه، حتى يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية والعودة الطبيعية إلى قراهم. ومطلوب أيضا من هذه الدول حث أطراف الاتفاق على الالتزام الكامل بالاتفاق كما هو مقرر في جداول التنفيذ. وأخيرا، فإنني أجعل مسك ختام قولي ثناء عميقا وشكرا خاصا أتقدم بها باسم حركة التحرير والعدالة وباسم أهل دارفور وباسمي شخصيا إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أمير البلاد المفدى على استضافته ورعايته الكريمة لمنبر مفاوضات سلام دارفور بالدوحة والفعاليات التي تمت في أطاره. نشكر لسموكم حرصكم الدائم على استقرار السودان وسلامة أهله وأراضيه وإعادة الأمل إلى مواطني دارفور. وهذا ليس بجديد على سموكم، فقد شهد العالم من قبل مساعيكم النبيلة لإعادة الاستقرار إلى ربوع لبنان والقرن الإفريقي. قد شهد العالم من قبل مساعيكم النبيلة لإعادة الاستقرار إلى ربوع لبنان والقرن الإفريقي، حتى أصبح ذكر أمير قطر مقرورا بأمل السلام والاستقرار في كل أركان الأرض. فمن هو أحق منكم بنيل جائزة نوبل للسلام أيها الأمير المفدى؟ شرفني أيضا أن أعبر عن عميق الشكر لسمو الشيخ حمد بن جب الثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية. لقد كان معنا منذ أن بدأنا هذه الفعاليات قبل أكثر من عام وظل كذلك وكان معنا اليوم. نشكره على رعايته الكريمة أيضا للمنبر وحرصه المستمر على إنجاحه، فإنه بحق رجل دولة من طراز فريد. بنظرته الثاقبة وبعد نظره الوقات وفكره المتوهج الذي لا يعرف المستحيل، ولقد شهدنا على ذلك قبل قليل. والشكر موصول أيها الإخوة إلى شعب قطر الأبي الذي تحملنا طيلة عامين وصبر علينا ولم نر منه إلا الكرم والنقاء والأخاء. استمعكم أيها الحفل الكريم، أقدم أجزل آية الشكر معالي أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية ومساعديه على ما ظلوا يقومون به من أجل السلام في دارفور، فقد ثابر وصبر على مشقة تنوء بها الجبال الراسيات. لقد شدت ترحال غير آبهم بعثاء السفر إلى معسكرات النزوح واللجوء بحثاً عن سلام يعيد به الطمأنينة لأهل دارفور. وكان دائم التمسك بالأمل مبتسماً وقوراً متماسكاً في أصعب اللحظات، حتى كان ميلاد سلام دارفور بين يديه فأصبح مواطن دارفور الأول. ولن يكتمل شكر الوزير آل محمود ومساعديه إلا بشكر زميله الوزير جبريل باسولي ومساعده في الوساطة المشتركة، وأهنئه بهذه المناسبة بتنصيبه وزيرا للخارجية في بلده بوركينا فاسو. ولا يساورني أدنى شك بأنه سيقود دبلوماسية بلاده باقتدار لما عرف به من كفاءة وسعة أفق. شكر العميق
للسفير إبراهيم جنبري رئيس بعثة اليونيميت على مجهوداته المقدرة ودعمه المتواصل للمفاوضات. استميحكم عذرا حضر صاحب السمو وأصحاب الفخامة الإخوة والأخوات الأعزاء، لأقدم أيضا شكري الخاص لأفراد المراسم في مفاوضات السلام. فقد كانوا نعم المعينين وأجدني ألتزم منهم العذر لما يكون قد بذل دون قصد. أشكر لهم صبرهم ومثابرتهم واتقانهم عملهم وأدائه بشكل مذهل نال استحسان الجميع. والشكر موصول إخوتي الكرام إلى الناقل الوطني للخطوط الجوية القطرية، ذلك الصرح العملاق عنوان قطر المحلق في أعالي السماء بأباء وشمم. كل هذا العقد الفريد نسجته سياسة حكيمة راشدة وواعية يقودها الربان الماهر صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله وشعب قطر ودولة قطر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.